خلاص ان شاء الله يا ابلة عالية، اول ما نوصل انت تمسكي دفعة وانا امسك دفعة، ما شاء الله منهم كثير ما نقدر نمسكهم كلهم. ايوه عادي مو مشكلة، نتعاون ان شاء الله. والله اني نفسي ادرسهم هناك، باقي لنا بس درس ونخلص الوحدة الاولى. ابلة نادية تا برجع. حلو الواحد انه يخلص بسرعة. ايش قاعد تقول لها؟ روحي اسمعي ابلة نادية ايش قاعدة تقول لي ابلة عالية، اكيد جالسة تعبي راسها. ايوه وبعدين اذا كشفوني؟ انت لا تبيني انك جالسة تسمعي. طيب بسمع، شوفي انا بمسك البنات الطيبات المؤدبات، اما الشله هذيك انا ما راح امسكها، انت اللي تمسكيها. اوف 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 ما تبغاني. جميله ايش جالسه تسوي؟ تسمع علينا؟ لا يا ابلة بس جالسه اشوف الطريق. شوفي كمان وربي ما حد يقدر يتحداني، دائما افوز بالتحديات. يا الله يا زهره من اول قاعده تهيط على راسنا، خلاص يا اخي فكينا. انت تعرفي في البيت ايش يسموني؟ يسموني ام الفزعات، ام التحديات، يسموني كل الامهات. ها طيب يا كل الامهات، اتحداك تروحي ترقص عند ابلة نادية وابلة عالية. ايوه والله اثبتي لنا يلا يا ام التحديات. تبغي ابلة نادية تطردني من الباص؟ ها اجل انا حسبك ام التحديات من جد. اخس بس طلعت كذابة. ماني كذابة وانا ام التحديات. طيب يلا ورينا. متأكدين يعني تبغوني اسوي؟ ايوه يلا وريني اثبتي لنا. يلا يا ام التحديات. اوكي شوفوني. من جد هذي؟ أبلة سامحيني على اللي بسويه. لا 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 لا. هدي يا أبلة نادية جاية تتفجح. هدي يلا يا بنات أنزلوا بالترتيب وبشويش يلا أنزلوا. الحمد لله ما حد. يلا يا بنات لا تطولوا امشي بسرعه ورايا. طيب يا ابلة. اوف كنت خايفه طول الطريق انها تكشفنا. ايوه الحمد لله وكمان ان شاء الله نرجع بالسلامه، لا من شاف ولا من دري. الحمد لله. هلا هلا بالخميس. هلا هلا بالخميس. ويكند عيال. بنات ايش جاهزين تسوون؟ عندكم عرس؟ يلا تعالوا. الله يا بنات. يا أبلة نبغى نتشمس. تبغي تتشمسي مع السمك؟ صح يا انتي. اوكي مو مشكلة بس يا أبلة بليز الرحلة الثانية تكون تشميس. جبتولي الصداع، امشي ورايا بسرعة بدون اي كلام. اوكي أبلة بس تشميس لا تنسيها. ما عليك بكتبها في المذكرات. Thank you. يلا امشوا بس. يلا يا بنات تحركوا، ليش وقفتوا؟ خلص البنزين يا أبلة. امشي بدل ما. اوكي بنات عارفين هذه اللي بيدي ايش؟ عصايا. والله يا ليتها عصايا كان ضربتك فيها. هذه اسمها صنارة. طيب نمسكها من هنا بعدين نجي نلف الحبل هذا. فهمنا؟ ايوه يا ابلة فهمنا. انتظروا يا بنات خلوا استاذة تكمل الشرح. المهم واذا حسيت بثقل على طول ترفعي هذا اللي قلت لك عليه. ابلة ممكن سؤال؟ كم شخص يكون ماسك هذه الصنارة؟ القبيلة كلها، جيبي قبيلتك كلها وتعالوا امسكوا الصنارة هذه، اوكي؟ شخص واحد يا حبيبتي، لكن إذا حسيت بثقل عادي أحد يساعدك. شكراً يا أبلة، فهمنا كل شيء عن الصيد، ومستعدين الآن نصيد. متأكدين؟ أيوه صح يا بنات؟ أي والله يلا صح. كذا نجي للتطبيق العملي، نرمي الصنارة كذا، وإذا حسينا بثقل نرفع نلف نلف نلف. الله يا أبلة حلوة سمكتك، بجرب يلا دوري. يلا يا نهاد. الله حلوة يا نهاد. يلا يا سامية تعالي جربي دورك. ايش هذه الحركة يا سامية؟ ليش طيحتي الصنارة؟ ايش سويتي انتي؟ أبلة والله ما بقصدي والله طاحت من يدي زحلقت من يدي والله مو قصدي والله مو قصدي. زحليقة يدك يعني ولا إيش؟ أحمد ربك إن جبنا سنارة ثانية ولا كنت رميتك وراها. آسفة والله ما عاد أجرب ولا عاد أصيد. آسفة يا أبلة حتى ما عندي سمكة بس عادي. طيب خلاص أبعدي عن وجهي. خلاص عادي يا أبلة نهاد السنارة ما هي من ذهب. أوف عصبوني وربي. خلاص طيب تعالي نتقهوى أنا وإنتي، البنات ما شاء الله صاروا يعرفوا يصيدوا. أوكي يلا تعالي نتقهوى. لا تزعلي عادي طيب لأن أبلة نادية هي كذا لا يهمك، إحنا الحين بنصيد بنصدق كمان معانا. الله لا حد شاف سمكتي ويحسدني. بنات مرة ثقيلة تعالوا ساعدوني ماني قادر أرفعها ثقيلة مرة. شكلها سمكة كبيرة. أقوى يا بنات أقوى أقوى. أقوى.
بيبي شارك. ايوه والله طفل القرش. بيبي شارك بيبي شارك بيبي شارك بيبي شارك بيبي شارك مامي شارك مامي شارك مامي شارك مامي شارك. ايش هذا الازعاج يا بنات؟ ايش هذا الصياح؟ ليش صواتكم عالية؟ ليش تصرخوا زي كذا؟ ايش فيه؟ قبل نادية في مفاجأة. مفاجأة ايش؟ انا فاضية لهذا الكلام. مفاجأة ايش؟ بيبي. وش؟ بيبي بيبي مستعدة؟ بيبي وش انت كمان؟ بيبي شارك. منكم لله. هذا انا اللي صدته يا أبلة ومبسوطة كمان. ايوه مبسوطة مرة. خلاص يا طالبات انتهى وقت الرحلة، يلا كلكم على الباص. طيب يا أبلة كيف راح أشيل هذا القرش حقي؟ طبعا ما راح تشيليه، حتخليه هنا. وأنا يا أبلة أشيل حق السمكة؟ إيوة اللي عنده سمكة صغيرة يشيلها. يلا الآن الكل على الباص. أبلة دقيقة نسيت، ما شكيت همي للبحر. مجنونة أنتي؟ تعالي بنت فين رايحة؟ لو تعلم يا بحر قديش عندي ضغوطات نفسية ودراسية. أنا من أول جيت أبغى أشتكي لك لكن ألهان السمك. زهرة أحسن يا بحر سوي نفسك شعرة فيها. تعالي لطيحي. أبلة خليني أشكي همومي، لا تنشبيلي. لا أنشبلك. تعالي تعالي أشكيلي همومك في الباص، أنزلي بس. الحمد لله. لا تعطسي، أي حركة حطيحي. تعالي. طلعتي تحبيني يا أبلة، أنزلي بس. يلا يا بنات أسرعوا أسرعوا يلا. سمكتي خليكي دائما بخير. امشي بسرعه بلف شكلك. امشي امشي. يلا بسرعه نسوي حل، حيروحوا علينا. طيب ايش نسوي؟ عندك شنطه؟ لا ما عندي. هنا في صندوق. فين؟ اها. حاولي حاولي ادخليها، حاولي ادخليها. يلا بسرعه قبل ما يروحوا. تتوقعي هذا الباص؟ لا احنا جينا بباص كبير مو صغير. الا هو اهو فتح لنا الباب. يا عمي دقيقة باقي الطلاب ما جو. غريبة سماسة ما قالت لي قومي مكاني، انا جيت قبلك قومي مكاني مكاني مكاني. سماسم؟ فين سماسم؟ يا عمي ليش تحركت؟ لسه باقي المعلمات والطالبات ما جو، ليش تحركت بسرعة؟ ما في إلا أنا وصحبتي بس هنا. أس خلاص تراكز عشتيني، لو تتكلمي ثاني مرة أخرجك من السيارة وأدعسك.